الأكلات العراقية ما في ألذ منها صراحة. هي تشابه بعض الأكلات الموجودة عندنا في السعودية في الشرقية، ولكن أكيد تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى. اليوم معانا الشيف أحمد راح يخبرنا أكثر عن تفاصيل بعض الطبخات. اليوم إحنا بنسوي حاجة اسمها التشريب عندهم، إحنا عندنا اسمها تقريبا الثريد. شف كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيكم. في البداية نبغى نتكلم عن طبخة التشريب. طبخة التشريب العراقية. أيوة. وش مكوناتها؟ مكوناتها هي عبارة عن خبز أيوة. فريش من التنور. أيوة. طالع على طول حار. حلو. نقطع الخبز بطريقة يعني مو معينة، أي حجم. أيوة. بعدين نشربها بالصوص. الصوص هو عبارة عن فلفل وبصل وطماطم وليمون ناشف بيسموه لومي بالعراق. أي الليمون الأسود. أيوة. الجاف. ايوه الجاف. نشرب الخبز بعدين أيوة. وراها نخلي عليها شويه تمن أيوة. واللي هو الرز. فيها تمن. فيها تمن. احنا ما فيها تمن. تمام. حلو. في منها هي فيها هي جليميه وتشريب، هي نفس أوكي. المكونات. اوكي. بس بالرز لها اسم وبدون الرز لها اسم. حلو. وبعدين وش بعدين نحط عليها قطعه اللحم. اوكي. لحم الخروف اللي فريش طبعا، ونرجع نشربها بالصوص. طيب انا والشيف احمد الحين مسوي لكم تشريب، وان شاء الله تنال على اعجاب خلف ومحمد. ما طولت نرجس والله، خلاص بينت معالم نرجس، ما طولت، واضح ان التشريبه امورها طيبه، هوا معها ها سهلات الوضع عندها. ايه بس حدثنا. اهلا وسهلا. والله الطبخ يا شباب مسؤوليه. طب صدق والله مسؤوليه. شلون الطبخ؟ اول حاجه اللي يبغى يفتح مطعم ما هو بالساهل، لان على مسؤوليه اطعام ناس وصحتهم واكلهم. شديتي حيلك. ايوه. بالاضافه الى انه يعني التحدي صعب مره. دخلتي في العراق يا نرجس؟ اصلا يوم دخلت هناك وشفت الاكلات والاشياء. بسم الله عليك. 10 دقائق وجيتي. قالت ايش؟ قالت تحدي. لا بقول لك، بس انا سويت سكبت بس. بس انا اقصد الطبخ بشكل عام. نفسيتك كيف كانت في المطبخ؟ والله مبسوطه مره. عشتي معاهم تكنيك الاكل من التقطيع، من تحضير الاصناف، من أيوة. التشريبه وتحضيرها وكذا. كل معقده ولا تحسين انها سهله؟ لا سهله الصراحه. بس انا اتوقع الطبق المعقد حق خلف. وانت بعد يمكن الجولمه معقده شويه. في تكنيك الوضع السمك على النار بطريقه معينه انا اقول الحكم على الطبق الرئيسي طبعاً. الان مشاهدينا يتحضر الاكل كل اللي سويناه، وراح يجينا لحظات بس. اهلا بمائدة الاصناف الخاصة بالمطبخ العراقي. خلاص شغلك. طبعا طبعا طبعا. لا اليوم بصي فيكم انتو نرجس بمعنى. خلاص ونرجس خلونا نرحب اليوم بضيفنا مدير المطعم الاستاذ اسماعيل، حياك الله وشكرا لك لانك اتحت لنا الفرصه في دخولنا للمطبخ وتجهيز الاصناف الجميله جدا. تحملتونا نتعلم صراحه. انا اليوم جدا مستمتع وجودكم والله العظيم. يعني خلف اليوم شغله يعني ابدع حبيبي. شهد يعني شغل خلف شهادة. شكله هو اللي بيفوز ابدع صراحة. يعني صراحه ابدع بطريقته وعمله بايده يعني ابدع يا حبيبي اسماعيل. طبعا نرجس كانت فنانه. الله يسعدك. طبعا اللمسه النسائيه اكيد. وين هذا الطبق هذا تشريبه طبقي، طبق نرجس، طبق محمد وهذا طبق خلف. تمام. هذا وهذا اللي محمد عملت. كيف شفت الدولمه؟ دولمه والله فنان فنان ما شاء الله عليه. وطبعا انا سعيد جدا، احنا صرنا برض الرياض. احنا سعيدين والله. احنا سعيدين العظيم فيكم والله. والله ما حسيت نفسي انه انا غريب بنص اهلي وربعي والله العظيم. نرجس ولازم نقول الى مشاهدينا ومتابعينا انكم لا تفوتوا تجربه الاكل العراقي في مطعم الليالي العراقية الموجود في بوليفارد سيتي رياض. صحيح. تستانسوا، بتنبسطوا، بتعيشوا التجربة بكل حذافيرها. تعالوا وانبسطوا.